أدعو الآن معالي الوزير الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الجانب المصري، كما أدعو السيد الوزير محمد السويدي وزير الاستثمار من دولة الإمارات العربية المتحدة لتوقيع هذا العقد. أرجو أيضا من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في أن يكون حاضرا أيضا على المنصة لحضور مراسم التوقيع.